إذا للحديث عن استمرار هيمنة إيران على العراق وتحويله إلى منطلق لمهاجمة دول المنطقة والمسؤولية الأمريكية عن هذا النفوذ، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أستاذ كامل، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من صحيفة إنديبندنت عربية تحدثت عن هجمات سبرانية انطلقت من العراق، ولكن السؤال ماذا يفعل الخبراء الإيرانيون واللبنانيون في العراق أستاذ حسان؟ يعني معروف على اللبنانيون والإيرانيون دائما متواجدين قريبين من أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية المرتبطين بمرجعيات دينية وسياسية، وينشطون مستفيدين من الفوضى الجارية بالعراق وعدم المتابعة، وحتى إذا حصلت المتابعة من أجهزة أمنية وعسكرية يعني في خدمة الميليشيات وخدمة الأجندات الإيرانية، وحتى إذا تم محاسبتها تفلت من الحساب والعقاب بسبب المنظومة التي هي في خدمة إيران وجندتها في العراق. هذا هو وجود اللبنانيين والإيرانيين. طيب أستاذ كامل، هذا التطور بالتحرك الإيراني في العراق من خاصة يعني من الميليشيات وأيضا الهجمات بالصواريخ يعني انتهاء بالحرب السبرانية، إلى أي مدى يعكس حرية التحرك وضوء أخضر من الحكومة والأحزاب الحاكمة؟ الحكومة هي في خدمة إيران لا يوجد ضوء أخضر. الحكومة موجودة بمباركة من المرجعية الإيرانية. المعروف عن الحكومة العراقية فاقدة للسيطرة، وهي وكل القيادات موجودة لأنه تستفيد بالحلال والحرام، وحتى القيادات الإدارية والحكومية الأخرى يعني موجودة مضطرة للبقاء على قيد الحياة والعمل، يعني ولا توجد فرصة أخرى إلا أن تبقى خاضعة لهذا الوضع. ولكن لماذا تغيب الولايات المتحدة مما يجري في العراق؟ يعني كيف يمكن لها أن تسمح بتطور نشاط إيران داخل العراق؟ أين هي الآن؟ أمريكا هنا في يعني معاييرها أنه العراق دولة غير محكومة، لا توجد بها سلطة تشريعية يعني تمثل الشعب وتنفذ مسؤولياتها طبقا للدستور، ولا حكومة ولا حتى سلطة قضائية مسؤولة تنفذ المحاسبة والعقاب. فالمناطق المحكومة معروفة، يعني العراق واليمن وسوريا والصومال، هذه المناطق غير محكومة. دائما تشير أصحاب القرار الأمريكي هنا أنه هذه المناطق هي بؤرة الجماعات المتطرفة والعصابات، سواء كان داعش أو من المجموعات اللي تابعة إلى ميليشيات إيران. تعتقد أن سياسة بايدن هي التي ساعدت في هذا التغول الإيراني في العراق والمنطقة، خاصة أنتم تعرفون أستاذ كامل أن هناك استياء من عدم التعامل بجدية مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار سواء كان في العراق أو المنطقة؟ نعم، هذا بالضبط. يعني وبايدن عندما كان نائب للرئيس أوباما هو كان ماسك ملف العراق وصمم الانسحاب، ويعرف انه الامريكان استسلموا امام ايران من ايام كان نائب لرئيس الجمهوريه، والان يعني وحتى عندما حاول رئيس ترامب ان يستهدف مصالح ايران وقتل سليماني اللي يعتبر هناك الرأي العام الأمريكي، قتل سليماني يعني ربما أكبر من حادث قتل بن لادن في باكستان، ولكن الديمقراطيين وبايدن معهم كانوا متحفظين على استهداف المصالح الإيرانية في العراق، وما زالوا يعتبرون أنه لابد من الاتفاق مع إيران لأنها قوة نافذة ومسيطرة على الشرق الأوسط. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.